سي محمد الوجود ديالكم اليوم؟ السلام عليكم. دونك جو سوي فالح محمد ديريكتور دو لا سوسيتي انترسيرينيتي. دونك سي اون سوسيتي دانتيريم دو غارديناج اي دو ترافاي تمبورير اي انسي جي اون سوسيتي دو ترانسبور بيرسونيل. دونك وكنقدم لكم خشي منال. الله عليك منال. لا لا يخطيك. خشي منال فالح سي مون اسوسي وصح عاوناتني من البدايات ديالي. ان شاء الله بديت ان شاء الله حطيت لو برومي با لقيتها معايا وهي اللي عاوناتني في كل شيء. فوالا سي محمد. انا صراحه قبيله ملي هضرتي في الاجتماع عجبتني الهضره ديالك، حتى واحد اللحظه حسيت براسي ان انا واحد الحنين باش الشخص تعاونوا اخته ويكونوا واحد. بغيتك تحطنا في هذه الصوره وتقول لي كيفاش كونتوا هذا البروجي. انا انت كما قلت يعني اول ما تكون مون اسوسي راه اختي عزيز عليه بزاف. ديجا بيناتنا واحد العلاقه اللي موده وحب بزاف، فهمتيني؟ دونك كلمه وي بازي بازي اقبال انا كي كتعرف دير في هذا الشيء كثر مني. اوكي تفضل. راسي انا منال فلاح الاخت ديال محمد فلاح واسوسي ديالو. حنا قبل ما نديروا هاد لا سوسيتي ولا نفكروا فيها، حنا بيناتنا واحد العلاقه ديال الحب اكثر من الاخوه. حنا اصدقاء، انا هو كيحسبني اكثر من الاخ ديالو. هو دار لي زيتود ديالو اون كوميرس اي تو. انا جي مون ماستر اون فينانس. الوغ قلنا حنا واش غنبقاو جونغ عندنا دي زيكسبيريونس في دي سوسيتي اي تو، قلنا علاش ما نديروش شي حاجه ديالنا بليكسبيريونس اللي عنده وبليكسبيريونس اللي عندي. اون فوندي هاد لا سوسيتي هادي ديال الانتيريم فوالا سي سا. منال ملي كنتو صغار قبل واش كنتو كتفكروا في هذا بحال هاد الحوايج هذا؟ على حالكم صغيره نو صغيره ما عمري ما كنت كنفكر. انت بديتي كتفكري ملي بديت لي زيتود ديالي فريمون ملي بديت لي زيتود ديالي في لا فينونس باسكو جو سوي باسيوني بار لا فينونس بار سكي كوميرس بار سكي. قلنا خاصنا نديرو اون سوسيتي ديالنا زعما بلي بروبر فوالا اكزاكتومون سي سا. بيني وبينك واش كنتي كتفكري في البروجي ديري غير راسك؟ بيني وبينك ما يمكنش كنكملوا بعضياتنا. فإلا ما كانش محمد ما تكونش منال، وإلا ما كانش منال ما يكونش محمد. تخيلي محمد قبل ما قبل يعني ملي قبل ما كيهضر ما كيقدرش يهضر بكثرة الحب ولا التعاون اللي عاونتي. ما سمعتكش. قلت لك يعني محمد ما قدرش يكمل الهضر يعني بكثره الحب او يعني داك الشيء اللي عطيتيه اللي عاونتيه دار البروجي. اكزاكتومون عاونتو موغالمون عاونتو تعاوننا بعضياتنا. حنا تعاوننا كيف قلت لك قبيله حنا كنكملوا بعضياتنا. حنا مربيين هكا من صغرنا الحمد لله والدينا ربونا اننا نكملوا بعضياتنا. فوالا سي سا. انا ما غنقدرش انا كون جاني الميكرو كنت غنقول نفس الحاجه عليه وحتى هو غيقول نفس الحاجه عليا. ما نقدروش نستغناو على بعضياتنا. محمد ناقشتوا هذا البروجي قبل مع الوالدين؟ بطبيعه الحال ديجا كانت الفكره ديال الوالد هو الاول اي بويسكون ا ديجا دي زيكسبيريونس في لو دومين دي ريسورس زومان. دونك حنا اللي قررنا اننا نتبعوا على 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 داك الشيء اللي تعلمنا وداك الشيء اللي علمونا والدينا. حيت هما اللي علمونا اصلا هاد ليدي هادي. هما اللي علموا لينا هما اللي وراوا لينا اصلا. دونك توكلنا على الله وربي دار الخير. اش كيقول لك دابا الوالد؟ وبطبيعه الحال راه ما كاينش شي اب ما يفتخرش بولده. الا كان الاب ما يفتخرش بولده راه علاش مشيتي بالضبط لهذا المجال؟ حيت كيف ما قلت لك ديجا عندنا اون اكسبيرونس في لي ريسورس زومان. لي ريسورس زومان سيرتو كيف ما قال قبيله السي بن خديم وصوفيا قالت سون لي زوفري لو باترون ما غيكونش. دونك انا لوفري كنحتارمو كي كنبغي نحافظ ليه على حقوقه كنبغي. دونك سي بور سا انا اختاريت هاد الدومين. دونك اهضر بجهد مالك سكت. عيس منال ما كتحاوليش تفكري انك تطوري هذا البروجي هذا وتخرجي للعالم الخارجي؟ وهذا هو لوبجيكتيف اللي كان عندنا اول حاجه. حيت اصلا باش تاسس الشركه راه خاصو يكون عندك واحد راس المال. انت ملي خاصك يكون عندك واحد التفكير واون اتود ابروفوندي واحد في شي مشروع باش انت خاصك كاين ان ريسك. لو ريسك ما يمكنش ما يكونش، ولكن خاص ضروري
يكون كيف قلت لك ليتود تكون ابروفوندي باش تعرف بان المشروع ديالك غيمشي بعيد وغادي ينجح. سينو ما غاديش تدخل راسك شي حاجه اللي انت عارفها ما ناش حاجه. انا عطيته مثال الخوت ومثال المحبه ومثال كبير عطيته للمجتمع صراحه. طبيعه الحال دونك خاص تكون واحد الثقه ما بين الخوت. دونك الى شتي اخ ولا اخت كومبيتونت ولا تقدر تعطيك، علاش ما تكونش ما اسوسي او اليوم كما قلنا قبيله الشيء خاصو يهز واحد خاصو يهز بلا. اش كتنصح الشباب محمد؟ كنصحهم انهم يتوكلوا على الله هي الاولى، يتوكلوا على الله وغندوي معك كوتي بيرسونيل، يكونوا مرضيين ويتوكلوا على الله ويتشاوروا مع والديهم واللي عنده شيخو ولا خشو يتشجعوا ويديروا مستقبل بيناتهم ويحاولوا يكافحوا ويزيدوا القدام. حنا بالخوت يعني شي حاجه مهمه في هذه الحياه. من شحال من عام وانتم في هذا الخوت؟ احنا تقريبا دابا واحد 6 عام بحال هكاك. بديتوا تطلعوا امانه؟ بديتوا تربحوا في الفلوس دابا؟ بديتوا تولوا شويه بصراحه قبل من الكوفيد بصح يلا بدينا كتعرف الشركه ديالنا بدينا كنديروا ارباح، ولكن مع هاد الكوفيد وهاد الجائحه اللي جاتنا ديال 2 ولا 2 دابا باقي هذاك الاثار ديال الجائحه. لكن في دابا كنحاولوا عاوتاني بحال نبنيو عاوتاني من جديد اشنو بدينا شحال هادي. اش كتنصحي البنات امل؟ اول حاجه قرايه شي حاجه اللي هي ضروريه في الحياه، بلا قرايه ما كاين حتى شي حاجه. حيت بزاف ديال البنات ولا بزاف ديال الشباب كيقولوا ان زعما داكشي اللي في الخدمه راه ما كاينش في القرايه. لا، القرايه هي لا باز، هي كل شيء. وكان البنات رضات الوالدين والبنت مع خوها. لا، البنت مع خوها ضروري خاصها تكون واحد لا غولاسيون اللي هي فيزيونيل. فوالا، تبارك الله عليكم. لا يخطيك، ميرسي بوكو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.